السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في درس دعم الوحدة السادسة في مادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. أنشطة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة السادسة. شبكة تقويم تعلمات الوحدة السادسة. وضع وإنجاز عملية ضرب عددين. حل مسائل مرتبطة بالكتل والأطوال والزمن. تعرف العملية الواجب إجراؤها في وضعية مسألة معينة. مجموع، فرق، جداء. استعمال القطع النقدية والأوراق المالية المتداولة في المسائل. رسم القطعة والمستقيم والأشكال الهندسية. المثلث، المربع، المستطيل. قراءة بيانات واردة في جدول وتأويلها. حل مسألة بسيطة بتوظيف الجمع والطرح والضرب. أملأ الجدول بما يناسب. المشتريات، دفع الزبون، أرجع له التاجر. أولا، قالب السكر ثمنه 13 درهما. دفع الزبون 20 درهما، أرجع له التاجر. نقوم بعملية الطرح. 20 درهما ناقص 13 تساوي 7 دراهم. ثانيا، الشاي لا نعلم ثمنه. دفع الزبون 20 درهما وأرجع له التاجر 9 دراهم. إذن فثمن الشاي هو 20 درهما ناقص 9 دراهم التي تساوي 11 درهما. ثالثا، الزيت ثمنه 39 درهما. لا نعلم كم دفع الزبون. نعلم أن التاجر قد أرجع لهم 11 درهما. دفع الزبون 39 درهما زائد 11 درهما التي تساوي 50 درهما. ثانيا، اشترى بائع الورد 325 وردة يوم الاثنين، و 165 وردة يوم الثلاثاء. كم اشترى بائع الورد من وردة في اليومين معا؟ اشترى بائع الورد 325 يوم الاثنين زائد 165 وردة يوم الثلاثاء التي تساوي 460 وردة. بكم يزيد عدد ما اشتراه البائع يوم الاثنين عن ما اشتراه يوم الثلاثاء؟ يزيد ما اشتراه البائع يوم الاثنين عن ما اشتراه يوم الثلاثاء ب 325 ناقص 165 التي تساوي 160 وردة. ثالثا، احسب المدة التي تستغرقها حصة المسرح. تبدأ حصة المسرح على الساعة 9:15 وتنتهي على الساعة 10:30.
المدة التي تستغرقها حصة المسرح هي 1:15. رابعا، أحسب عدد المربعات في كل حالة. الحالة الأولى، لدينا مربع كبير يحتوي على 4 مربعات صغيرة، إذن عدد المربعات هنا هو 5. وفي الحالة الثانية، نلاحظ مربعا كبيرا وسطه مربع أصغر منه، ثم وسط هذا المربع مربع أصغر منه أيضا، ثم مربع صغير هو الرابع، إذن فعدد المربعات هنا هو 4. خامسا، ألاحظ الشكل وأريد رسمه ولونه وألونه. الرسم أعيد رسمه. سادسا، أستعمل المثلث وأرصف الشكل. المثلث الشكل، أرصف الشكل فيصبح على هذا الشكل. سابعا، أعيد رسم الشكل. هذا هو الشكل، وهذا عندما أعيد رسمه. ثامنا، أحسب المسافة التي قطعتها فاطمة. أحسب المسافة التي قطعها أحمد. في السباق المدرسي قطعت خديجة 785 مترا، يزيد ما قطعته فاطمة عن خديجة ب 858 مترا، ويقل ما قطعه أحمد عن خديجة ب 69 مترا. قطعت فاطمة 785 زائد 58 التي تساوي 843 مترا، وقطع أحمد 785 - 69 مترا التي تساوي. لقد قمت بخطأ هنا، علينا تصحيح هذا الخطأ. 769 - 716 متر. تاسعا، أحسب 8 × 35 تساوي. نقوم بضرب الوحدات، 8 × 5 تساوي 40. نضع 0 في الوحدات ونحتفظ بـ4 فوق العشرات. نقوم بضرب 8 في العشرات، 8 × 3 تساوي 24 زائد 4 تساوي 28. إذن 8 × 35 تساوي 280. العملية الثانية، 5 مضروبة في 82. نقوم بضرب 5 في الوحدات، 5 × 2 تساوي 10. نضع 0 في الوحدات ونحتفظ بـ1 فوق العشرات. نقوم بضرب 5 في العشرات، 5 × 8 تساوي 40 زائد 1 تساوي 41. إذن النتيجة هي 5 × 82 تساوي 410. العملية الثالثة، 5 مضروبة في 28.
نقوم بضرب 5 في 8، 5 في 8 تساوي 40، نضع صفر في الوحدات ونحتفظ بأربعة فوق العشرات. بعد ذلك نقوم بضرب 5 في 10، 5 في 2 تساوي 10 زائد 4 تساوي 14. النتيجة هي 140. العملية الثالثة 4 في 53، نقوم بضرب 4 في وحدات، 4 في 3 تساوي 12. نقوم نضع 2 في الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرات. نقوم بضرب 4 في العشرات، 4 في 5 تساوي 20، زائد 1 تساوي 21. النتيجة هي 212. العملية الخامسة 7 مضروبة في 24، نقوم بضرب 7 في الوحدات، 7 في 4 تساوي 28. نضع 8 في الوحدات ونحتفظ ب2 فوق العشرات. ثم نقوم بضرب 7 في العشرات، 7 في 2 تساوي 14، زائد 2 تساوي 16. النتيجة هي 168. العملية السادسة 6 مضروبة في 45، 6 في 5 تساوي 30. نضع 0 في الوحدات ونحتفظ ب3 فوق العشرات. ثم نقوم بضرب 6 في العشرات، 6 في 4 تساوي 24، زائد 3 تساوي 27. إذن النتيجة هي 270. العملية السابعة 3 مضروبة في 234، نقوم بضرب 3 في الوحدات، 3 في 4 تساوي 12. نضع 2 في الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرة. نقوم بضرب 3 في العشرة، 3 في 3 تساوي 9، زائد 1 تساوي 10. نضع 0 في العشرات ونحتفظ بواحد فوق المئات. نقوم بضرب 3 في المئات، 3 في 2 تساوي 6 زائد 1 تساوي 7. النتيجة هي 702. الجداء الثامن 2 مضروبة في 108، نقوم بضرب 2 في الوحدات، 2 في 8 تساوي 16. نضع 6 في الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرات. نقوم بضرب 2 في العشرات، 2 في 0 تساوي 0، زائد 1 تساوي 1. بعد ذلك نقوم بضرب 2 في المئات، 2 في 100 في 1 تساوي 2. إذن فالنتيجة هي 216. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.